السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ معاكم مصطفى، والنهاردة فيديو جديد عن عربية مهمة جدا في السوق المصري، وهي الميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 21. طبعا الوكيل بتاع الميتسوبيشي هو دايموند موتورز في مصر، ده الوكيل الحصري للعلامة التجارية ميتسوبيشي. طبعا العربية نازلة ب3 فئات، الفئة الأولى اسمها بيزك، ثمنها 375 ألف، الفئة التانية ثمنها 410، الفئة التالتة الهاي لاين ب430، وفي فئة رابعة كمان اسمها سبورت ب460 ألف، والفئة الخامسة ب480 ألف. يعني ما شاء الله بيحبوا يزودوا أوي في الفئات، مش عارف ايه الفكرة يعني، بس هي العربية بتنزل بره أصلا ب3 فئات بس، فخلينا نشوف ونتابع مع بعض. طبعا الميتسوبيشي اكليبس كروس بتيجي بنفس الموتور بتاع الموديل السابق، 1500 سي سي تيربو، بيطلع 150 حصان و250 نيوتن عزم. طبعا متوصل بالفتيس اللي هو السي في تي 8 سرعات. طبعا العربية بتتسارع من الثبات ل 100 كيلو في 9 ثواني وثلاثة من عشرة. طبعا العربية مش عربية جارية، من الآخر العربية فاميلي، ولكن العربية طبعا يعيبها انه حجمها صغير شوية. هي الميزة طبعا في مميزات وعيوب، يعني اي عربية في الدنيا فيها مميزات وفيها عيوب. فمن ضمن المميزات ان هي العربية يابانية 100%، استهلاك البنزين كويس بسبب الفتيس السي في تي، موتور قوي يعتبر لحد ما، ولكن العربية طبعا مش بتاعت جري، العفشة متجهة ناحية الراحة اكتر من الرياضية. من ضمن العيوب الشنطة صغيرة شوية، وكمان اللايت بار اللي هو كان في مؤخرة السيارة كان طبعا بيحجب الرؤية، وشكله مش ظريف قوي لأنه جاي في نص الإزاز بتاع العربية، فلا هو فوق عند السبويلر ولا هو تحت الإزاز. فطبعا الديزاين طبعا اتظبط شوية عن الموديلات السابقة بنفس الموتور ونفس العفشة. العربية بتيجي بطول 4405 ملي، العرض 1805 ملي، ارتفاع عن الأرض 16 سنتي، وده ارتفاع جيد جدا بالنسبة للطرق المصرية بتاعتنا. الشنطة الخلفية ساعتها 380 لتر، ودي طبعا شنطة تعتبر شنطة عربية هاتشباك، يعني شنطة صغيرة إلى حد ما. يعني أنا نفسي معايا عربية هاتشباك، وشنطة العربية عندي 380 لتر، فالشنطة تعتبر صغيرة. طبعا نيجي لوسائل الامان، الفئة البيزك بتيجي بمواصفات امان زي ايرباج واحدة بس للسائق، وايرباج واحدة للراكب الامامي، يعني توتال 2 ايرباج، نظام فرامل اي بي اس واي بي دي. طبعا فيها شاشة وفيها راديو ومش عارف ومخرج يو اس بي، الحاجات العادية اللي هي بيزكس في اي عربية دلوقتي، يعني اساسيات في اي عربية دلوقتي. نيجي طبعا للفئة التانية، مواصفات الفئة التانية بتبقى نفس مواصفات الفئة الأولى، بيزيد عليها مرايات كهرباء، فتحة سقف بانوراما، الأنوار الأمامية ليد، ورشاشات للمصابيح الأمامية، باركينج سينسورز وحساسات مطر، تكييف دول زون، تشغيل عربية بالزر مش بالمفتاح، الستيرينج ويل من الجلد، في مسند يد خلفي في الكنبة الخلفية، تحكم كهربائي في كرسي السواق. الفئة الثالثة الهاي لاين بتيجي طبعا نفس عدد الايرباجز، 2 ايرباج بس، ودي حاجة مش حلوة. بيزيد عليهم اي اس بي ونظام صعود المرتفعات اللي هو العربية متريحش معاك على المطالع. الميزة كمان في الفئة اللي هي التانية ان الجنوط اكبر، بتبقى 18 بوصة، في كاميرا خلفية، مثبت سرعة، في رادار امامي، بمعنى اذا اللي سايق سرح مثلا وما خدش باله، العربية بتفرمل نفسها بنفسها او بتقلل سرعتها علشان ما يحصلش تصادم شديد. تانية ازاز فاميه وفتحة سقف. نيجي بعد كده للفئة الرابعة، الشاشة طبعا أكبر، بتبقى 9 بوصة و9 سماعات. طبعا العربية احنا قلنا الأسعار في الأول، العربية سعرها يعتبر مقبول لحد ما، ولكن احنا طبعا كنا نفضل انه العربية يكون سعرها أقل من كده،
لانه العربيه ليها منافسين شرسين جدا جدا في نفس الفئه السعريه دي في السوق المصري، زي مثلا كيا سبورتاج، هيونداي توسان. يعني حته الاس يو في دي فيها عربيات كتير جدا زي السيات اتيكا، وزي كمان العربيه اللي هي الفيات ال500 اكس. ال500 اكس تعتبر يعني اقرب عربيه في الحجم للميتسوبيشي اكليبس كروس، لانه هي برضو انا بشوف ان هي نفس الحجم من ورا، برضو الكنبه ضيقه شويه، الشنطه صغيره شويه. ف يعني السبورتاج والتوسان يعتبروا برضو الى حد ما اكبر شويه في مساحات الخلفيه ومساحات الشنطه الخلفيه. لكن اللي بيميز الاكليبس كروس ان هي عربيه ياباني، موتور ياباني، مش على عكس العربيات الكوري. التوسان والسبورتاج عربيات كوري طبعا، والمناسبه الكيا طبعا هي تابعه لهيونداي، فهي نفس الانجن او نفس المكنه اللي بتتحط في الهيونداي توسان هي اللي بتتحط في الكيا سبورتاج. المواتير الياباني اقوى طبعا، واليابان ليها يعني باع طويل جدا وليها خبره كبيره جدا في صناعه محركات السيارات، امثال طبعا التويوتا وبالمناسبه كمان التويوتا راش تعتبر منافس للعربيه دي، ولكن التويوتا راش بتتصنع في تايلاند وتقفلها مش حلوة قوي، فما برشحهاش بصراحه. الباكج العربيه دي جت تقدمه طبعا تصميم حلو احلى من التصميم اللي فات، لكن هتضحي شويه طبعا بمساحات الشنطه الخلفيه، وممكن مساحات الكنبه الخلفيه تكون ضيقه السنه. فدي مقابل ده انت هتاخد عربية ياباني 100%. وفي كمان عربية نازلة في السوق جديد اللي هي الفيتارا، سوزوكي فيتارا، تعتبر برضو الى حد ما، ولكن اعتقد السوزوكي ككواليتي انتيريور يعني الخامات الداخلية البلاستيك فيها غالب طبعا، لان سوزوكي دايما بتميل ناحية الاقتصادية وناحية العملانية، مش ناحية اللي هو بقى يحط لك جلد ومش عارف ايه والكلام ده. لو عجبك الفيديو متنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكوا في الفيديو الجاي.